المشروع الشعبي في زحل وتحديدا عند مدخل البردوني، هل أوقف وما الأسباب وما المخالفات التي ارتكبتها البلدية كما أشيع؟ معلومات كثيرة تضاربت والبلدية طالبت التوضيح وشرحت ما حدث، فيما لجأنا إلى سكان المحيط في البردوني لنرى إن أمضوا فعلا على عريضة لإيقاف المشروع، فتبين أنهم لا يعرفون شيئا عن هذا الموضوع. أن الأرض هذه موجودة من منطقة خارج باب البردوني بالمنطقة السياحية المصنفة، إنه نحن هاي المنطقة اللي هي خارج باب البردوني عم بتعيش صيفا شتاء، ليش ما بنخلق مجال لفرص عمل لأبناء أبناء المدينة الموجودين يلي ممكن يقدروا يستثمروا هونيك ويفتحوا شغل على مدار السنة، لأنه خارج باب البردوني فيك تشتغل على مدار السنة. هالموضوع هذا ألفنا لجنة علي، واللجنة عملت دراسة ونتج عن الدراسة شيء اسمه شروط كاملة متكاملة لأي حدا بيرغب، عارف كيف؟ واحد، وحددنا عملنا خريطة للموقع اللي هو ملك البلدية، عملنا خريطة للموقع وحددناهم 1 2 3 4 كل وحدة مساحتها قداي، وقلنا موقع رقم 1 قداي نحن بدنا أجاره الشهري، موقع رقم 2 و3 قداش بدنا أجار شهري، 19 موقع. واللجنة كانت من أبناء المنطقة، واللجنة لا اللجنة كل شيء عملته اللجنة والمجلس البلدي هو طلع دفتر الشروط. نحن بس طلعنا دفتر الشروط يلي هي شروط طلب الحصول على موقع لوضع كيوسك بوادي حدا، حطينا على صفحة البلدية انه نحن اي حدا بيرغب اهلا وسهلا فيه. كل شخص هون اجا قدم طلب محطوط التاريخ اللي قدم والساعة اللي قدم فيها، لحتى اني لانه مرات انا بدي هالمنطقة وانت بدك هالمنطقة، الفارق بيني وبينك انه انا قدمت قبلك بحق اللي لقلي قبلك. تقدم وقتها سحبوا الشروط 78 واحد عندنا يوم بالاسم، واحد 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 من دون اي يعني، وكليتهم جماعة بيشتغلوا، شي بيعمل فلافل، شي بيعمل شاورما مع الفحم، شي بيعمل من جميعهم، اجوا اخذوا الشروط اعطينيهم شهر ونص ليدرسوا الملف ويقدموا. من اصل 78 قدم 25 واحد، كمان اخذنا لهم اساميهم مع رقم تليفوناتهم مع تاريخ اللي قدم فيه مع الساعه اللي قدم فيها لحتى يكونوا كمان بالتسلسل، يعني 25 واحد قدموا ملفات بناء على الطلب تبعنا. نحن شو طالبين؟ قدموا لنا ملفات. هال 25 واحد نحن عندنا 19 موقع، صرنا نجتمع معهم واحد واحد، تعين اجتماعات وصرنا نستقبلهم واحد واحد نحكي معهم. شروطنا قاسية كتير لأنه نحن ما نعمل كاليتيه، هن بسموه سوق شعبي بس لحتى يحقروا بالمراحل. السوق الشعبي ما بيحقق، السوق الشعبي شعبي كتير له قيمة ببلاد العالم كلها، بس نحن وللأسف حسب ثقافة الإنسان اللي عم بيحكي ما بيعرف شو معنى السوق الشعبي. من أصل 25 واحد بس بحثنا معهم وشافوا شروطنا صعبة، والكيوسك اللي بده يركبه كلفته بتتراوح ما بين 26 و35 ألف دولار، يعني استثمار كتير كبير، والفترة اللي بده يقعد فيها هو 3 سنين، يعني 3 صيفيات، وبده يفل بعد 3 صيفيات، يمكن نجدد له إذا ما إجا حدا عنده الرغبة يستثمر هونيك ويعمل المشروع الأساسي اللي نحن حابين نعمله. إنما الكونترا هو 3 سنوات، هال 25 بس شافوا إنه الكونترا 3 سنوات، ضللنا من 25 15 والباقي فلوا، عرفت كيف؟ 15 واحد وعندنا 19 موقع. بعد في 4 مواقع. بعد في 4 مواقع فعلا. هلا خمس. أخذوا عضو من المجلس البلدي؟ لا ما حداش أخذ. بعد في مواقع فارغة. بالدفتر الشروط حاطين نحن ممنوع واحد ياخذ أكثر من كيوسك، أكثر من مكان واحد، هو الكيوسك هذا. نحن هذا بالدفتر الشروط. بقى ما في عندنا شو اسمه عضو بلدية ياخذ كيوسكات. ايه ما في عنا. ناس حكوا عن 4. ايه هذا حكي، انا بقول لك انه الحكي اللي يعني اللي كاتب هالمقال السخيف هو سخيف قد المقال، مشروع ماشي 100%، بس الفرق انه عن اشاره للنائب العام القاضي علي ابراهيم، القضاء طلب منا انه نحن نطبق شيء اسمه يلي بيطبق ب الملكيه ملكية الدولة الخاصة، إذا بدها تأجر شيء بدها يعمل مزايدة، طلبوا منا نحن نطبق نفس الشيء. نحن كنا ماشيين بغير مبدأ وبشفافية كاملة. هلأ أنا جبت دفتر الشروط لنشوف شو هالدفتر الشروط، يعني هذا دفتر الشروط تبع الواحد
يلي ممكن بكرة بيع فليفل بقى بده يطلع عندنا فوق بده يقراه وبده ينزل فيه، أو بيع بوزة بده يقراه وينزل فيه. يعني نحن رح نخسر كل الجماعة الصغار يلي نحن مفروض يلي عندنا إياهم أسميهم موجودين هون صغار بسببهم دفتر الشروط. وبعدين من دفتر الشروط هذا بالقانون أوكي ما نمشي فيه، رح نمشي فيه لأنه نحن يعني قلبنا عزحلي وبيهمنا نخلق فرص عمل. بس إنما إذا ما قدرنا خلقنا ما رح يعمل سلم بالعرض. يعني دفتر الشروط رح نعمل دفتر الشروط، بيجوا علينا أهلا وسهلا هذا دفتر الشروط بس نعمله منا يدفع حقه. يعني اللي بده ينزل فيه بده يدفع حقه. تاني شغلة بده يدفع تأمين ومصاريف يمكن يخدها ويمكن ما يخدها. واليوم بالأيامات أنا إذا فينا نوفر علي هول القصص بكون عارف بنوفر علي. ما فينا نوفر علي يعني شو إنه بدي يكون ملك أكثر من الملك. نحن بدنا نكون إلى جانب الناس. بيت ما بقى هذا الحكي كله سوا على أسماء أعضاء ذكر أول حرف من اسمه واسم عائلتهم، يعني في تحديد بالاتهام أو الاتهام الموجه لكم. ومفوتين موضوع قوات أو محاولة التوريط، ومفوتين موضوع قوات وانتم نظمتوا الصمت وما رديتوا قضائيا. روح هنا قضائيا، روح هنا يبعت وراه، يبعت وراي قضائيا. أنا لازم هود الكلام هذا. بس في اتهام أسماء أعضاء يتهم البدنية شيم داء وألف يتهم البدنية. عم بقول لك 25 واحد بعد في منه 16، يعني من 16 في واحد ياخذ 5 وواحد ياخذ 4. خمس اسماء وهميه يعني كليتهم سوا اسماء موجودين، الناس موجوده بزحله. بتبلش من واحد اسمه نبيل الفحل، جلبير يوسف المعلوف، يعني ابنه ليوسف المعلوف النايب اللي كان، ويوسف المعلوف انه شخصيا كان من مقدم، وانطوان قليل العتل، ولي نديم صافي، جوزيف نديم، نجيب غره، هود اللي قدموا فعليا 25، ساره الي ملحم، هدى انطوان بيونس، مختار ريشار بيليش، طوني ايسر عطا، ناجي العتل، نقولة طانوس داغير، ماهر نزيه بوزايد، كل واحد عندهم مصالح، عزيز نعمي، روي رشيد عطا، ملك الطوق، جيسون قدموس، الثينكرز جوزيف عبدايم، فيينا ورده، عصام خايل هلال، كلود رايتم اللي عندهم كازينو رايتم، زينة جوزيف دمر. اليوم عندنا بلدية مكونة من أعضاء من كافة شرائح المجتمع الزحلي، وهي بلدية للزحالنة. وبقدر أكد لك أنه ما في بتاتا تدخل من أي حدا حزبي بالبلدية بتاتا. مثل ما أنا بوقت الطاقة بالبلدية بطريقة إدارتي ما حدا يجي تدخل بشؤوني، ما لنا تعاطي بالسياسة، وعلى طول بنشتغل هيك، ومصلحة المواطن فوق كل اعتبار. بقى هيدا قصة حكي والعريضة اللي وقعت من بعض الأهالي على وفرجينا العريضة. وين هي العريضة؟ يعني حكي بيحكوا بجرائد ما في حدا بيحاسبهم، وأنا ما بدي أحاسبهم. سمعنا إذن من البلدية وجهة نظرها فيما حاولنا الوصول إلى أي معترض على المشروع لنقل رأيه ولم نجده. وهنا نقصد الأهالي الذين يحق لهم الرد والاعتراض، ونحن بدورنا سنكون مستعدين لتغطية أي رأي مخالف في هذه القضية وسواها.